تعتبر الإسكندرية التي أسسها ألكسندر المكيدوني في عام 332 قبل الميلاد موطن النقش المجسم على الأحجار الكريمة، ومنها أتت أقدم وأشهر المنقوشات، وبينها العقيق الكبير الذي يصور ملك مصر بطليموس الثاني فيلادلفوس وزوجته أرسينوا. كانت الأحجار الكريمة الشرقية الملونة المنقوشة مادة للأبهة، تغرز في الخواتم وتشك في الأكاليل والتيجان، وتزين ثياب الملوك والكهان وعلية القوم. ولا يستطيع إلا كبار الأثرياء أن يدفعوا الثمن الباهظ للحجر الكريم النادر المنقوش وكلفة العمل الفريد الطويل لأكثر الصناع موهبة ومهارة. لكن بين العدد الهائل من تلك النقوش أحجاراً معدودات تعادل قيمتها عدة مجموعات من المنقوشات الأخرى، ومنها نقش بطليموس المسمى بنقش غونزاغا نسبة إلى أحد مالكيه الإيطاليين في زمن ما. الرأي السائد أن النقش المحفور على عقيق ذي ثلاث طبقات ظهر في الإسكندرية في عهد أوائل الملوك البطالسة الذين حكموا مصر قبل الميلاد بعدة قرون. المعلومات الأولى التي عثر عليها علماء الآثار المعاصرون عن هذا النقش هي عبارة عن وثيقة تعود إلى عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. جاء فيها أن صاحبة الحجر هي إيزابيلا ديستي، وتعطي الوثيقة توصيفاً مفصلاً للحجر وتؤكد على إطاره الذهبي والمزينات المعلقة عليه مثل اللؤلؤات الضخمة وغيرها، وتتحدث الوثيقة عما هو منقوش على الحجر ومن الذي صنعه. الناس في العصور المختلفة تصوروا الشخصين المرسومين على الحجر كما يحلو لهم، فجاءت الأسماء مختلفة. الوجهاء الإيطاليون في عهد النهضة تصوروا أن النقش يجسد إمبراطور روما أغسطس، وكانت أكثر الآراء تميل إلى أن الحجر يصور ألكسندر المكيدوني مع والدته، إلا أن المؤرخين يجمعون اليوم على أن النقش يصور بطليموس الثاني ملك مصر وزوجته أرسينوا، والشيء الوحيد الذي ظل مجهولا هو اسم صانعه. ظل النقش مع باقي مجموعة التحفيات محفوظاً لدى حاكم مانتوي في إيطاليا من آل غونزاغا حتى عام 1630 حين اقتحمت القوات النمساوية المدينة. اقتحام مدينة مانتوي حصل سنة 1630 وكانت المعركة دموية، وفيما بعد كتب شاهد عيان على الأحداث هو ضابط اسمه ليتوف وصفا للنهب والسلب الذي تعرضت له المدينة، وقال إنه صادف على سلم القصر جنديا بيده نقش بطليموس. لم يكن الجندي يعرف ما الذي بيده، متصورا أنه قطعة من الخزف، وحاول أن يهشمها ليفوز بإطارها الذهبي، فضربها على العارضة الحجرية فوق الباب. انشطر حجر النقش شطرين متساويين عند رقبة صورة الشخصين اللذين عليه، ثم اقتضى الأمر ترميمه فيما بعد. في أعقاب الحرب وصل نقش بطليموس إلى براغ في حيازة رودولف الثاني من عائلة أمراء هابسبورغ، وهو من كبار هواة التحفيات، إلا أن القوات السويدية احتلت براغ في سنة 1648. بعد 20 عاماً انتقل الحجر من براغ التي دمرها السويديون إلى الملكة كريستينا في ستوكهولم. كريستينا السويدية شخصية غير عادية، كانت من هواة التحفيات والقطع النقدية واللوحات، وقد تعودت على تشكيل مجموعات فنية منها منذ عهد الصبا. في رسائلها التي كتبتها إلى والدها غوستاف السويدي في سوح القتال كانت تطلب منه إرسال أشياء جميلة. فكان الوالد المحب لابنته يجمع كل ما يصادفه من غنائم حربية جميلة بين هلالين ويبعثها إليها محملة بالعربات.